طيب كابتن ماجد، انا عايز اسالك على حاجه. اكتر اللعيبه الفلسطينيين يمكن موجودين في امريكا او في جنوب افريقيا، امريكا زي ما احنا عارفين ان في نادي اتاسس يمكن قبل حتى ما يحصل التقسيم في فلسطين، اللي هو نادي فلسطينيان في شيلي. احكي لنا عنه النادي بالظبط. والله هو نادي اتاسس من 1920 سمي بلستينو. البلستينو تعني اللي هم الفلسطينيه، الفلسطينيين، حتى اللباس بتاعهم يمثل العلم من 1920. حتى وصلتني هديه شيرت من احد اللاعبين المنتخب اللي هو اللي كان يلعب فيه، فانا تفاجات فيه. الشيرت مكتوب بالعربي حتى في داخله، محطوط خارطه فلسطين ومكتوب فلسطين بالعربي، وهو بيلعب في دوري تشيل. هم هذول النادي، هو ده النادي اللي على الشاشه معانا دلوقتي، النادي اللي على الشاشه. هذا اللباس، احد القلب اللباس اللي بس هو في اخذوا بطوله ال 86، وفي الشيرت لابسينه عليه علم فلسطين. انت تخيل في البلد، في تشيلي بلد انت تعتبر اجنبي فيها اكيد، بس انت تلعب في ملعب والعلامه الفلسطينيه في كل مكان. يعني العلم بتاعهم العلم الفلسطيني. طبعا. وحتى في نشيد بتاعهم، النشيد الفلسطيني الوطني الفلسطيني بالاسبانيولي، اللي بينشد هذا احسن مطرب في تشيلي، اختاروه وبينشد. وقبل المباراه بتلاقي النشيد الفلسطيني بينشد والعلم الفلسطيني والمشجعين من ابناء الجالي، وفي 400 الف فلسطيني عايشوا في تشيلي. يعني تخيل هذا الرقم، انا ما كنتش اعرف فيه، وانا فلسطيني وعايش في امريكا ما كنتش اعلم فيه. طبعا صارت علاقاتي في نادي بلستينو برئيس النادي وفي اعضاء النادي فانا كلفت من قبل النادي طبعا اعمل لهم تسويق في منطقه الشرق الاوسط، واتمنى من النادي الاهلي يكون يعمل توأم مع نادي بلستينو ويجيبوا النادي الناس تتعرف عليه. فهذه بيكون شيء عملناه يعني انجاز حقيقه، وعرفنا الناس مين في ابناء الجاليه في تشيلي. بس كلهم بيتكلموا عربي برضه ولا في مصور؟ تقريبا هم اجيال من يعني او لا، اباهم عايشين من بس لسه عندهم الروح او الدم العربي جدا، صح؟ الى ابعد ما تتخيل. يعني انا هذه النقطه اركز عليها، وفعلا مشكور يا كابتن نادر انك انت تكلمت فيها. موضوع الانتماء موضوع يعني بالنسبه لهم موضوع حساس جدا، بالذات مشاركاتهم. والكابتن رمزي بيعرف قد ايه بيحب اللعيبه لما بيجوا، قد ايش بيحبوا. رحنا هناك عسكرنا 15 يوم، فهو راح ولعبوا مباراه، وقد ايش الاحترام وقد ايش استقبلوهم. وفي نقطه اقول لك يا كابتن نادر، في مدخل نادي بلستينو في قطار مسمينه قطار العوده، عليه علم فلسطين. احنا حنعود يعني من 1920 طياره على مدخل النادي ان شاء الله، وقطار احنا حنعادين ان شاء الله. فهم انتمائهم لسه موجود. واللي اسس نادي بلستينو قسيس فلسطيني اصلا، اللي اسسه قسيس فلسطيني 1920. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión en vivo por la pantalla del CDF. Cuartos de final, partido de revancha palestino. El dueño de casa, O'Higgins de Rancagua, la visita desde el Estadio Municipal de La Cisterna. Viviremos cómo se resuelve esta primera llave de esta fase del torneo de clausura 2008 del fútbol chileno. Una cerrada competencia, una llave abierta. Todavía no se puede dar por anticipado nada respecto de lo que vaya a pasar con el cuadro árabe y con el cuadro de Rancagua. من يصدق أننا في ملعب نادي فلسطين في تشيلي؟ كأنك تعيش في فلسطين. تخيل السلام الوطني الفلسطيني والعلم الفلسطينية والجماهير الفلسطينية، فأنت بإحساس كأنك في ملعب الشهيد فيصل الحسيني. أنا في لحظة لم أصدق ما أرى بعيني. الآن حقيقة في تشيلي أم في فلسطين؟ إنهم أبناء الجالية الفلسطينية يحتفلون في فريقهم فلسطينو الذي سيلعب مباراة مهمة اليوم في مباراة البلاي أوف مع فريق أوهانجز، ومباراة ذات أهمية للفريق للفوز. فأبناء الجالية هم الذين سيحتفلون في هذا الفوز في تشيلي وخارج تشيلي. إنها لحظة سعيدة جدا أن نرى أبناء الجالية يشجعون فلسطين بكل حرارة. وهذه هي الجماهير الفلسطينية العاشقة لناديها، وهذه الأعلام الفلسطينية التي تترفرف في سماء تشيلي. إنهم أبناء الوطن المغتربين البعيدين عن وطنهم، لكنهم يحبونه كما نحبه نحن الذين عشنا وتربينا فيه. إنه نادي فلسطين الممثل
لأبناء الجالية الفلسطينية الذي يسكن فيها أبناء الجالية منذ عقود، وعددهم تقريبا 400,000. هذا النادي الذي تأسس 1920 وهو يشارك في بطولة الدوري التشيلي، وهذه هي المباراة الذي ستكون. أنا أتيتو رقم 25 هو لاعبنا المنتخب الوطني الفلسطيني الذي تعشقه الجماهير الفلسطينية، وهو الممثل لوك. هذا مع عناق مع رئيس النادي ده سعيد سلفادور. إنها لحظة سعيدة أن نراهم. هذا تكريم لتيتو، تكريم خاص بتيتو اللي لعبوا 300 مباراة مع فلسطينو. إنها لحظة الآن في ملعب فلسطينو في تشيلي سانتياغو، ومعنا سفيرتنا في تشيلي مايا الكيلا. تحدثنا عن المباراة وشعورها في هذا اليوم، وخاصة إن احنا متفوقين على الفريق الخصم بنتيجة 1-0. طبعا شكرا. أنا أولا بدي أهني الفلسطينو من خلال القناة ولا من خلال الدوكومنتال تبعكم. طبعا شعوري فرحة جدا جدا، لأنه هذا بيحمل يوم فلسطين، بيحمل اسم فلسطين، ومن خلال الرياضة نحمل اسم فلسطين لكل العالم. وبندي من خلالكم أتشكر الجالية الفلسطينية بتشيلي اللي حملت فلسطين من بداية القرن العشرين ولهذه اللحظة بعلاقة كتير وطيدة مع قضيتنا العادلة وعكست حضارة قضيتنا العادلة. برأيك شو النادي هذا شو بيعني وشو بيعكس؟ أو شو الإحساس اللي بيعطيه بانتمائه لفلسطين؟ لا لا لا. الحقيقة جالية عندها انتماء عظيم إلى فلسطين، انتماء قوي جدا. وجه الكاميرا غد، وجه الكاميرا على، وخاصة إنه العلاقة هي عبارة عن علاقة وطنية خالصة شفافة، ومن أهم العلاقات اللي أنا شفتها لحد هاي اللحظة، نظيفة وغير متلوثة بأي نوع من التلوثات السياسية أو الاجتماعية. يحملون إلى الشعب الفلسطيني كل المشاعر والإحساس الوطني، يحملون إلى فلسطين دائما روحهم المعطاءة، روحهم الصادقة لرفع قضية فلسطين عاليا في كافة المحافل، سواء على مستوى تشيلي أو على مستوى أمريكا اللاتينية أو على مستوى دولي. نشكرك سعادة السفيرة، وأنا للقاء آخر إن شاء الله معك إن شاء الله. شكرا.